أستاذ محمد، أنت كمفتش آثار قولنا إيه أنواع السحر اللي بيستخدموها عشان نكون جاهزين للنصاب المتآمر اللي هننصب عليه. السحر أنواع، وهو موجود ولا شك، والجن موجود، إحنا نعرف ومؤمنين بذلك. بيجي بيستخدم السحر إزاي؟ فيها سحر اسمه السمية، اللي هو سحر أعين الناس. يجي واحد عند واحد، يجي السحر من دولة يوري له حاجة ويقول له أنت شوف طيات أهي دهب أهيت، وتن لففها بأي حاجة ويسيبها عنده في المكان ويقول له ما تفتحهاش إلا بعد مش عارف كام يوم، ويروح وما يجيش، تيجي يفتحها يلاقيها طوب. دي السمية. واحد تاني، وهو دي الأداة الأغلب شيوعا عند الناس، يجي يتصل، اللي هو سحر القرين. يبقى مثلا بالتليفون، ممكن بالتليفون هو في مكان تاني بعيد خالص، يجي يقول لك حضرتك قدامك شجرة، وراك بحر، والناحية دي تلاقي كذا والناحية دي تلاقي كذا. كل المعلومات اللي بيقدر القرين يجيبها له هي معلومات معلومة للسامع والسائل والمسؤول، ما يقدرش يعرف الغيب نهائي. اسأله على حاجة انت ما تعرفهاش ما يجاوبش. دايما هما بيدخلوا البيوت عن طريق حاجة، واحد عنده لبس، حد عنده لبس، واحد عنده تعبان. يعني حضرتك مثلا واحد يقول لك ده عنده عزيمة عشان خاطر يطلع لك التعبان ده، والراجل ده شيخ. حضرتك الراجل ده ساحر، واللي دخل عندك ده واللي كان موجود عندك في البيت حضرتك ده جن على شكل تعبان، ويجي هو يدخل يعمل ان هو بيعمل عزيمة وتن مطلع التعبان قدام عينيه، وبعد ما يطلع التعبان يعني يقول لك لا انا ما اقدرش اقتله لانه هو جن. الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا منه، قال لما تقتله بحذره 3 مرات لو ما مشيش هو جن. اللي بيحصل ان ده الفكرة العموم بالنسبة للشيوخ، ان عايز يقولك ان في قوة جنب قوة الله علشان تؤمن بيها وتشرك بيها. فالشيطان العهود الشيطانية اللي بتتم ما بين السحر اللي هو اصلا رسول الشيطان، كيف يدعمه الشيطان امام الناظرين عشان يؤمنوا بيه وعشان يقولوا ان ده في شرك. يعمل له التعويذ، يعمل له سحر التنكيس، انه يقرأ القرآن بشكل مقلوب عشان خاطر الناس ويقولك دي انا برقيك. المشكلة ان السحر كل مرة بيتطور. يعني انا النهاردة بدأنا نسمع ان بدأ يستخدموا سحر الكابالا. سحر الكابالا ده عبارة عن طقوس بيقوم بها السحر في استحضار صوت وأوامر الشيطان، ودي بتتم عن طريق إراقة دم بشري، وبيبقى فيها تضحية، ويظهر وفي بعض الحالات اللي هم الأشد جرما. السحر ما بيبقاش ساحر غير لما بيعدي عليه فترة طويلة، الفترة الطويلة ديت بيكون فيها بمعصية ويصر عليها. أنا مش عايز أقولها لأنها شيء مقزز بصراحة. لما بيجي يتعاظم بياخد أوامره من إبليس نفسه، اللي هو في سحر القابلة، وهو سمي سحر القابلة لأن بيتم فيه المقابلة ما بين السحر والشيطان، وبيتلقى أوامره منه. والسحر ده علشان تبدأ الطقوس بتاعته بس بيبقى فيها دماء بشرية. النهاردة أنا سمعت أن السحر ده بدأ يبقى موجود، وبدأ يطلبوا دماء بشرية، وبدأوا يحطوا يعني زرائع في البيوت. يعني يقول لواحد إذا والدتك دي ماتت الكنز هيطلع من عندك، يبدأ هو ويسيبه، سابه مع فكرة أنه ممكن يحب موت والدته أو يحب موت والده. يقول له لا، بنت أخوك ديت لازم، هي دي الجن اللي طالبها عشان تموت عشان خاطر هي الكنز يطلع لك. وده كذب، ده في الاول وفي الاخر هي طقوس، هو بيسيبه على كفره ويبعد عنه. اللي الواحد متوقعه في الايام اللي جايه ديت ان طقوس سحر الكابالة تتم للنهايه.